السلام عليكم سي ابراهيم. شنو هاد اللقاء اللي تقدر تقول لنا عليه اليوم؟ كيفاش داز؟ اولا بعد كل شيء انا علي ابراهيم الكاتب المحلي للكونفدرالية العامة لسيارة الخضراء. اللقاء اليوم الحمد لله كنشكروا يعني الحضور الكريم اللي كان لا من هيئة ديال المجتمع المدني ولا من السائقين المهنيين اللي كيحضروا معنا دائما في جميع الاوقات. نشكروا يعني وزارة التجارة والصناعة اللي وفرت لنا هذا المقر هذا اللي درنا فيه هذا اللقاء التواصلي. حنا هذا اللقاء التواصلي يعني اليوم حضرنا ليه وحضرنا فيه على اساس ان يعني باش نوصلوا الصوت ديالنا ونحاولوا ما امكن اننا نلقاو حل للمشاكل اللي طفات هاد يعني في هاد الايامات الاخرى في وسائل التواصل الاجتماعي. حنا اليوم يعني كسائقين مهنيين كنرجعوا يعني السبب لهذه المساله هذه يعني بعض الزبناء الموسميين اللي كنسميهم حنا موسميين، لان ملي كتكون مثلا بحال دابا في عيد كبير او لا في الوطن او لا يعني في الايامات اللي كتكون الصراحه العواشر كيكون يعني الطلب على الطاكسي كيكون كثير وكيكونوا بعض المشاكل بحال هكا. دابا انا ما يمكنش ليا هز المراه مع جوج وليداتها وكيشير ليا واحد اخر وغادي نزيدو، انا عندي في الاسرة صغير ثلاثة الطاكسي. زيد على ذلك ان هاد السائقين المهنيين اللي كيشتغلوا دائما مع المواطنين على طول السنه، هاد السائقين المهنيين راه عندهم واحد الروسيط، عندهم واحد الكازوات اللي واصل حتى يعني 700 درهم، هذيك 16 ساعه اللي كيخدم ولا 15 ساعه راه كتابعه واحد 700 درهم، واش هاد السائق المهني يعني في هذيك 16 ساعه غيجيب 700 درهم وما غيخدمش وما غيلبي المتطلبات ديال المواطنين؟ علاش؟ وهو متبوع ب 700 درهم، عرفتي شناهي 700 درهم وسيرتو بهذه التسعيره هذه اللي كاينه دابا 700 درهم في النهار، 700 درهم في النهار ما بين الروسيطه والمازون. زيد على ذلك ان الى جينا نشوفوا هذه التعريفه اللي كاينه دابا راه كاينه من هذه من 2014 وهي كاينه، المازوت كان ب 7 درهم دابا راه ولا ب 12 درهم، ديك الناريات عاده كان ب 17 درهم، الروسيطه ديال 7000 راه دائما هي هي. يعني هذا السائق المهني هذاك هذيك يعني التوسع العمراني ديال المدينه والمازوت اللي كيتكال فيه وهذه الزياده ديال المازوت راه كلها كاينه. اذا كان هذا السائق المهني البارح كيصور 200 درهم اليوم راه ولا كيصور غير 100 درهم وكيبرك نهار وكيخدم نهار، يعني هذيك 100 درهم ولا هذيك 150 درهم راه 75 درهم نهار. وهاد السائقين المهنيين دائما يعني حتى هما راهم ولا وليدات المواطنين. حنا هاد الشيء كامل ما بغيناش نوصلوا ليه، ولكن كنتمناو انه تكون هناك حلول ان شاء الله الرحمن الرحيم لمثل بحال هاد المشاكل هذه. حنا نلبيو الرغبات الزبناء ديالنا والزبناء ديالنا حتى هما يعني يحترموا السائق المهني اللي كيقدموا لهم هاد الخدمات. السائق المهني راه اول واحد كينفيق مع الصباح هو الشايفو واخر واحد كينعس هو الشايفو، واي واحد يعني خاصه شي حاجه اولى باغي شي حاجه راه كيتفكر سائق سياره الخضراء. المهم من هذا المنبر هذا تحيه نضاليه لك اخويا وتبارك الله عليك، وكنتمناو التوفيق للجميع ونتمناو يكون واحد الحل جذري ان شاء الله الرحمن الرحيم، تكون واحد التسعيره مناسبه اللي غادي تنصب هذا السائق المهني حتى المواطنين ان شاء الله. تحيه نضاليه لام بي لايف وجريده القصر. يا سيدي يعملون بمظاهر مهنيه ويتعلمون بالانسانيه، يعني في فرق بين الضمير المهني هو الانسانيه. هناك السائقين يتجردون من الانسانيه وقد لاحظتهم وشاهدتهم وعشت معهم، يعني الانسانيه ما كايناش كيقول هذا الانسان مثلا اللي خاصو يساعدو ما خصوش يضيع مع والديك 10 دقائق ولا 10 دقائق كيهزو مثلا كيلقى امراه عجوزه ثانيه كيبقى مثلا الانسان وليداتو يجيو في بلاصه ما يهزوش هذاك ما ضربوش فيها ما يهزوش. كاينه التفاعليه ديال الزملاء كما كنشوف في المحطه ديال القطار، يعني هذا الشيء باين وواضح وعجبوك باش غادي نبداو نكتبوا. اذا ان شاء الله حتى الاخوان راهم على علم المساكن كيختار هذا في غادينا وشوف المسافه العقربي وعجب ثلاثه وتبع له. اذا المساكن الاولى تسيء الى السائق المهني الشريف. إذا الإكاليات اللي كانت الصعيب وما نقولوش معنا مع الدفاع عنده راه عايش يعني في جحيم نقولوها ونعاودوها، ولكن إذا من ناحية الجهة المسؤولة راه تاهي كتحمل المسؤولية الكاملة في هذه المشاكل اللي كتخاطب فيها القطاع ديال
الصعيد المهني الصعيد الثاني راه جهه مسؤوله. اذا كان عندي واحد الرخص للاختيار وخلي المولد هي كيختار النهار خلي هذا النهار يقعد على هذا النهار الى غير ذلك. هنا الانسان كيعيش واحد المشاكل. الله يكون في العون، اذا هذا الصعيد الله يكون في العون. راه صعيب اخويا وعمي وتسي وخالي راه هو مواطن عنده عائله عنده ناس خصو هو يعيش، ولكن هذه الجهه الاخرى راه زادت تعاون واحد الدور كبير في هذا المشكل ديال الصعيد المالي. لذلك قال لها تواصلي حنا ماشي نجيو نزجرو الصعيد، لا الصعيد عنده دور ديالو، الصعيد تاهو عنده مشاكل تاهو ديالو. راه بغيت نقول الصراحه كيخاصو يجمع التمناله والسلاله ديال 14 عام من هذه الشبه من هنا، ولكن الزهو تاهو من حقه حتى هو يعني الصعيد قال لي سنة باش تقول لي انا غادي نمشي لبلاصة بلا 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 بواحد الدقيقة هو ما كيجمعش معايا ما كيجمعش معايا كيخرج ليا مشريف نادي كي اول مشروع اللي كيحسب عليا اول تهز واحد الزهو ودي الزبون بعدو من اللي قلت لي خصني نرجع ما كاينش شي حاجه تسولي غالي غالي ما تقولش لي هو ورا ما عندي ما نقول لان كاش واحد السيد غالي ليه ما تمشي ولكن من اللي كيقول لي خصني نرجع اذا هاد الطريقه عاد تسولي في غالي كاين غالي.